X, whoa, X, 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 whoa, X, 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 whoa, X, X, X. نجمتنا النهارده نجمه كبيره جدا، دولاب جوائزها ما فيهوش مكان لجائزه واحده، ما شاء الله عليها. احسن هديه ممكن نقدمها لها نعمل لها دولاب 15 في 30 علشان يشيل الجوائز الجديده. يا ريت اداره القناه تبعت تجيب لنا النجارين، وعقبال ما النجارين تيجي ناخد نجمتنا ونطلع بيها في مكانها الطبيعي فوق في السماء. نجمتنا بتواجه هجوم وحروب بسبب مواقفها السياسيه بكل قوه، يا ترى هتقدر تواجه رحلتنا المرعبة على ارتفاع 30,000 قدم بكل قوة؟ هل هتحافظ على شجاعتها؟ ده اللي هتجاوب عليه النجمة الكبيرة إلهام شاهين. شوفي تخيل ايه ما عم قلك هلا عم شوف انا نص كيلو كل شوي عم تنقص كيلو حتنتزع بتحمل التيار اخي تخيل بتحمل تزيد شوف تعال شوف بعد بتحمل بعد فلايت خيي تحمل بدي مفتاح العم خمسة معنا خمسة بدي تطلع الطيارة معنا خمسة بدي تطلع الطيارة بنخلصها باسرع وقت سكر عندك وطلع لعندي بسرعة في حاجة في الباب سلحفاة أطلع زين جديدة دي أهلا وسهلا بكم أنا ومحمد نيابة عن أجنحة لبنان قائد الطائرة إيه كابتن مرعي وطاقمها يرسلون لكم على متن طائرتنا المتجهة إلى قبرص سوف تستغرق الرحلة حوالي 30 دقيقة رجاء تشيش المقاعد ورد الأحسماء أثناء الإقلاع كم في اليوم مصري جبلات على البحر تدني بحيث تسبب تشويشا على أجهزة الملاحة ونود أن نعلمكم بأن التدخين قطعيا على متن هذه الرحلة شكرا أيوة سيدتي سادتي يرجى من حضراتكم مشاهدة إرشاد السلامة التالية مخارج الطوارئ يوجد ستة مخارج للطوارئ ثلاثة لكل جمامة مكسورة أحزمة المقاعد لربط أحزمة المقاعد سيدتي يرجى من حضراتكم مشاهدة إرشادات السلامة التالية مخارج الطوارئ مع ذلك برضو عايز سيدتي سوف تقلع الرحلة بعد دقائق من الآن نرجو منكم البقاء في أماكنكم أو فيلم مع أحكام ربط الأحزمة وأقفال الطاولات التي أمامكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة إن شاء الله شكرا لو سمحت هو الاي سي اهلا شوي ثاني بيمشي حضرتك سي خايف هو مفتوح بس هو سخن السجاره يلا هلا شوي ثاني هي حصتي شرب كثير اليوم مش هلا بس نطلع بتخف الحراره الحراره برا 37 هذا لبنان مصر الجو برد تسلا والله امبارح بالليل كان برد المفروض لبنان ابرد من مصر مش العكس بسرعة لو سمحت مدام ماري معلش معلش هو عشان الحر معلش ولا يهمك مسافات الفرن بطريقة غبية بصراحة جيدة إن شاء الله هو سايق ميكروباص هو سايق عربية على رأيك لا تكتب شكل اسمه التكاتك. في فرمالة في طيارة. بيروت ما فيهاش تكاتك خالص. لا ما عندهمش بيت.
انت عارف في حاجه شبه الدكتور في باريس؟ الدايره دي طلعت مش عارف. هاجي اموت في دايره راحت كرم بيت امي تكرم.
في ايه؟ ما فيش ايه؟ لا لا ما فيش ايه؟ لا 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 بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ طيب بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ وفي الشاب هيساعده، هيكونوا اتنين جوا. الكوبايلوت ده مش بيعرف يسوق طياره. انت مهمتك روقي وتتكلي على الله بس. هيدا اللي بتتكلي على الله عنه وتدعي له وتدعي الله. كلكم ادعوا الله. احنا بنحاول يا دكتور، انا ما اعرف الحاله بتتطور. يا رب راجل خاص ما فيها دكتور. الطياره بتلعب، الطياره بتلعب. يا رب يا رب الطياره بتلعب. اه اللي جوا ربعتي على خير يا رب. بده يرجع شو بده يعمل؟
عايزينه ولا عايزينه. رب يسترها. وانا مش عايز ارجع. انا عايز ارجع مصر. يمكن تنزل بالمي يمكن زعلي
انا بحلف لك ده انت اختي. كان هزار. المرمطه دي كانت هزار. والله متعبه جدا وانا تعبت زيي. لا يا هاني، هاني انا تعبانه جدا والله العظيم. وغلاوتك تعبت زيي. صدقيني يا هاني انا بعدتي بقى بجد وتعبانه جدا. قلت له والله فكرت في كل الافكار السوداء. صدقيني انا عارف الموقف وحش. كل العالم بيشرب عنك. وحياتك عايزه اقول لك ده اول مره في حياتي عارف حد يعمل فيا كده. انا قلت له عشان خاطري معلش بجد الحلقه هتطلع كويسه وتعجب الناس ان شاء الله. تعجب الناس هي جت عليك وعليك لعلمك انا بتعب جدا. انت كمان كنت تعبان يا هاني. تعبت جدا. انا عرق بتلج انا قلت عليك. وحياه ولادي بتعب. ايوه انا بيجي لي هموم. دي مرمطه دي. العذاب ده انا بموت والله كل يوم. والله كل يوم بموت. انا اسف يا هاني. انا بعرف اعوم بس. بعيد عنك انا مش عارف بامانه انا مش عارف انا بعمل كده ليه. الله يسامحك. انا اسف. طب ممكن اطلب منك طلب واحد؟ لازم اعمل المقلب. رديه. بصي انت اختي حبيبتي انت عارفه غلاوتي بس انا ليا طلب واحد قدام الناس دي كلها. قرص انا وانت سلو دلوقتي. The dancers may be on the floor, yeah, but my